صراحة النادي الأهلي حالة مختلفة. الأهلي لما تشوفه كأس العالم للأندية غير ما تشوف الدوري المصري، يعني هو ده اللي بيلاعب الاتحاد وبنزيما اللي ما ظهرش ب3 جنيه ومش عارف كانت اللي هو مش عارف ايه اللي هو نجمين منتخب فرنسا. شوف الأهلي عمل ايه ودول عملوا ايه وعملنا ايه كمان الماتش وخلصنا كام. بكرة عندنا ماتش صعب بالمناسبة يعني، ولكن إن شاء الله عندنا ثقة في رجالتنا بكره. برحب بضيوفي الكرام النهارده، متشرف كوكبه من نجوم الاهلي سواء على مستوى لاعبي النادي الاهلي او على النقد الرياضي، وطبعا علاء هو بنقول اسطوره من اساطير الاهلي. استاذ علاء عزت، اهلا وسهلا، مساء الخير، شرفنا. ربنا يخليك يا ريس، سعيد جدا بتجدد معاك ودايما بنلتقي في مناسبات حلوه للنادي الاهلي، مناسبات بقيمه النادي الاهلي. بشكرك جدا على الدعوه الكريمه. شكرا كابتن احمد عادل، مشرفنا. ايوه استاذ احمد، ربنا يخليك، سعيد ان انا موجود مع قيمه كبيره زي حضرتك ومع استاذ علاء. طبعا كابتن احمد فوزي مشرفنا حبيبي، ربنا يكرمك، الشرف ليا، وطبعا استدعائك لينا في المناسبات الكبيره دي بتبقى حاجه كبيره جدا. النادي الاهلي دايما مفرحنا ودايما بيخلينا نيجي مع حضرتك في الحاجات الكبيره اللي زي كده. خلينا نرجع يومين كده، مباراتنا قدام الاتحاد السعودي، وابدا من عند حضرتك. طب شفت الماتش ازاي؟ شفت الاقبال الجماهيري الرهيب كانهم بيلعبوا في استاد القاهره ازاي؟ اكيد شفت كمان روح النادي الاهلي، مش الاهلي ده اللي كان بيلعب قبلها ماتش هنا بيتعاد ولا ماتش واحنا زعلانين عليه. اكيد يعني نقطه مهمه جدا، الاهلي في المواعيد الكبيره دايما موجود. نعم، الاهلي بشخصيته بقوته بتاريخه بحضره، نعم، موجود في المواعيد الكبيره. ما تفرقش معانا قوه فريقنا، طول عمرنا بنقول الاهلي فوق الجميع والاهلي ما بيقفش على حد. الكلام ده بيظهر في المباريات القويه، بيظهر في المباريات الكبيره. نعم، بيظهر في امكانيات النادي الاهلي، الحماس والروح والمرجله بنقول عليها احنا في الكوره كده، المرجله دي بالدنيا كلها. يعني زي ما بيقولوا كده، الجنود المصريه ما بتظهرش غير في وقت الشده، هو برضو لعيبه النادي الاهلي ما بتظهرش غير في وقت الشده، دي رقم واحد. رقم اتنين، الجماهير، وجود الجماهير بكميه كبيره جدا. طبعا نعزول ان اكبر جاليه مصريه بره في السعوديه موجوده في السعوديه، صحيح. دي رقم واحد. رقم اتنين، الثقه الكبيره من جماهير النادي الاهلي في فرقتها تحت اي وضع، تحت اي ضغط، تحت اي يعني مقومات. عندنا الحمد لله جماهيرنا عندها ثقه في فرقتها وعارفين امتى بنستدعي روح البطوله، واعتقد ده اللي كان ظاهر في الملعب. كابتن عادل، ربما الكابتن فوزي بيتكلم على الثقه، قبلها بساعتين كده كنت في مكان يعني فقاعد مع، فبيقول لي هتتغلبوا 3، قلت له هنفوز 2-1. قال لي هتتغلبوا 3، قلت له هنفوز. كان عندنا الروح الثقه ان احنا هنفوز. ما الثقه دي يا استاذ احمد مش هتيجي من فراغ، هتيجي من تاريخ، هتيجي من مواقف سابقه. اكيد لعيبه الاهلي وبمجلس ادارته بالجهاز الفني على قد المسؤوليه، على قدر المسؤوليه، وده باين مش بالكلام. نعم، اكيد كانت تصريحات قبل المباراه، مفيش تصريحات قليله جدا، في تركيز في المباراه. الاهلي عنده ملكه في اوضه لبسه ان هو بيقدر يقفل صفحاته كويس، ودي مقومات البطوله. مقومات البطوله اللي داخل اوضه لبس النادي الاهلي هي مش موجوده عند اي فريق. نعم، وتبان في المواقف الصعبه. المواقف الصعبه كاس عالم الانديه هي بطولة متمرس عليها الجيل الحالي. نعم، بالجهاز الفني، بطولة مش غريبة. نعم، لكن الأفضل تقريبا احنا أكتر مشاركة كأس العالم للأندية، احنا تاني أكبر مشاركة، تاني أكتر مشاركة. لكن زي ما بقول لحضرتك، في المواقف الصعبة لعيبة النادي الأهلي بتبان. أداء مختلف تماما، صحيح، للمدير الفني وللعيبة، صحيح، عن الدوري، عن بطولة أفريقيا، عن كأس العالم للأندية. المكاسب الكبيرة أكتر من المكاسب الفنية مكسب معنوي، إن هو ثقة كبيرة من جماهير النادي الأهلي، استقبال اكتر من رائع من الجماهير. وده كان وضع طبيعي. نعم، دعم كامل. الشعارات اللي داخل النادي الاهلي مش شعارات بس، بقى شعارات وفعل على الحاول والمره معاه. دايما جماهير النادي الاهلي هي اللاعب رقم واحد، عشان كده اللعيبه بنشكرهم على الاداء الكبير، بنشكر الجهاز الفني، بنشكر مستر كولر على اللعب بالتوازن بين الدفاع والهجوم. وفعلا ان شاء الله المكسب اللي فات يكون خطوه ايجابيه لتحقيق البطوله. هنتكلم على ماتش بكره، ولكن اروح للاستاذ علاء. ربما احنا رايحين الماتش ده للاتحاد.